البرامج اللي بتطرحها وزارة الشباب والرياضة بيستفيد بيها نسبة كام في المية من شباب مصر؟ لا أنا ما أقدرش أقول النسبة طبعا، لأن النسبة بالنسبة لشباب مصر يعني طبعا قليلة، أنا بعترف بكده. دي محتاجة عشان هل احنا النسبة معنا؟ تزيد، النسبة تزيد، يعني مش هقدر أقول إن إحنا مثلا إمكانيات ما فيش إمكان، لا في إمكانيات، لكن في شريحة معينة يمكن محتكرة الخدمة بتستفيد من الخدمة. طبعا بحكم إن مركز الشباب دي وحدة تابعة لوزارة الشباب والرياضة، لكن أتمنى، أنا ما بقول لحضرتك إن الإعلام يساهم معانا في إنه يكون شريك في إنه ينشر الخدمات دي عشان نجذب مستفيدين أكتر، وده إحنا بنعمله في الفترة اللي جاية إن شاء الله.